أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين قوسين، نناقش فيها تأثير سياسة النهب الحوثي على معيشة اليمنيين. منذ شهر تقريبا بدأت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتهم بمنع تداول العملة الجديدة. كانوا قبلها بشهور قد بدأوا بابتزاز البنوك وشركات ومحال الصرافة وسحب الأموال من الفئات النقدية الجديدة، لكن شهيتهم للنهب زادت حتى طالت معيشة الناس بكل فئاتهم. فجأة وجد المواطن اليمني أنه غير قادر على شراء ما يسد به رمق أطفاله، لأن الحوثيين قرروا أن الطبعة الجديدة ممنوعة التداول. هكذا ارتجل الحوثيون القرار دون ما حلول مقنعة ولا قانونية، غير أنها تكرس هيمنتهم وتطحن المواطن أكثر مما هو فيه، فضلا عن كونه شكلا جديدا من وسائل النهب والسطو. الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي اكتفت بتحذير البنوك والصرافين من التعامل مع الميليشيا، غير أنها لم تقدم حلولا عملية بديلة. وبين هؤلاء وهؤلاء يراوح المواطن ضحية لعجز الشرعية وجشع الحوثيين. ما الذي ينبغي فعله للحد من تبعات سياسة الحوثية المالية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها؟ هذا التساؤل وغيره من التساؤلات سنناقشها مع ضيوف حلقة هذا المساء من بين قوسين. وأرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب، الزميل الصحفي نبيل الصحلاح، الصحفي في مركز صنعاء الإعلامي. أهلا بك أستاذ نبيل. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك جميعا أستاذ سامي. بداية تعليقك على قرار الحوثيين الأخير بمنع تداول العملة الجديدة من حيث الأبعاد والدلالات والأهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا القرار، هو يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي تتبعها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الشرعية نهاية 2014، وهذه السياسة هي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وتدمير مؤسسات الدولة اليمنية. قرار منع تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية هو يهدف لنهب مليارات الريالات من أموال الناس والمصارف والتجار، وضمن السياسة ممنهجة تهدف لشن مزيدا من المضايقات على الاستثمارات وعلى القطاع الخاص وعلى الاقتصاد الوطني والإضرار بالمركز المالي للدولة اليمنية. هذه السياسة تتبعها ميليشيات الحوثي لعدة أهداف، كما ذكرنا الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأيضا نهب كوسيلة للنهب ووسيلة للسطو على أموال الناس وممتلكاتهم، وهي امتداد لما قامت به منذ منتصف 2018 عندما شنت حملة نهب واسعة طالت المصارف والتجار وحتى المتاجر الصغيرة بحجة، وصادرت ملايين الريالات من الفئات الجديدة من العملة الوطنية بحجة تداول هذه الفئات وأنها صادرة عن بنك عدن، وبالتالي قامت بنهب هذه الأموال ثم اشترت بها عملة صعبة من خارج السوق المصرفية التي تسيطر عليها، وأنشأت بها استثمارات خاصة بالجماعة، ثم عادت لتتعامل بالعملة نفسها الميليشيات نفسها. فالهدف هو يعني عملية نهب بهذا العنوان، عنوان جديد ضمن العناوين التي تفرزها كل فترة وكل مرحلة هذه الميليشيات، وتأتي في سياق المضايقات التي تستهدف التجار والقطاع الخاص، وأيضا تنعكس بشكل مباشر وسلبي على حياة المواطنين. طيب أستاذ نبيل، باعتقادك كيف ستؤثر هذه القرارات على معيشة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ انعكست هذه القرارات وهذه السياسة التدميرية التي تستهدف الاقتصاد الوطني بشكل مباشر على المواطنين وعلى معاناتهم بشكل سيء ومباشر، من خلال أنه المواطن أصبح عاجز عن الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجها، الاحتياجات الأساسية، بسبب رفض التجار والصرافين وكل القطاعات التعامل مع الفئات الجديدة للعملة الوطنية بحجة أنها أصبحت مستهدفة من الميليشيات، وقد يتعرضون للتجار للنهب.
التاجر أصبح عاجز من جهة عن بيع منتوجاته والخدمات التي يقدمها، حتى وسائل المواصلات وسائل النقل يرفض أن يعني يسمح لك أن تستقل المشوار البسيط ب100 ريال بحجة أنها من العملة الجديدة. وصل الأمر إلى الشحاتين مثلا، تقوم بإعطائه 100 ريال أو 200 ريال من الفئات الجديدة من العملة الوطنية يرفض أخذها. هذا أمر يعني انعكس على حياة الناس بشكل مباشر، وأصبحت المعاناة مضاعفة على الناس. أصبح المواطن لا يستطيع الحصول على احتياجاته الأساسية، التاجر لا يستطيع تسويق منتجاته، هناك كساد تجاري تفاقم بشكل خلال هذه اليومين يعني فقط، حصل شلل في الحركة التجارية والمصرفية وكساد، وأيضا تضررت حركة النقل والمواصلات. الأضرار امتدت إلى أكثر من قطاع وعلى أكثر من صعيد. نعم. طيب، نرحب بضيفنا أيضا من الرياض، مدير المنبر اليمني للدراسات والإعلام، الأستاذ أحمد الصباحي. أهلا بك أستاذ أحمد. أي نعم. باعتقادك ما الهدف من منع التداول بالعملة الجديدة من قبل ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. الموضوع ليس بجديد على هذه العصابة المسلحة التي أرادت أن تستولي على قوة الشعب اليمني وعلى ثرواته وأمواله، والأمر ليس بجديد، فقد فرضت إتاوات على كل شيء إلى درجة أن وصلت إلى فرض إتاوات على رعاة الأغنام وعلى مصانع الأسمنت وعلى كل شيء، وبالتالي ليس بجديد. لكن ما جرى مؤخرا هي عملية بيع وهم كبير للشعب اليمني عن طريق سحب مليارات من العملات المطبوعة من العملة الجديدة والادعاء بتحويلها إلى ريال إلكتروني في بلد لا يوجد فيه كهرباء عمومي، فكيف سيتم التعامل بهذا الريال الإلكتروني الذي يتطلب تقنيات عالية ويتطلب أيضا أن يكون لدى المواطنين وسائل اتصال موجودة وحديثة، وبالتالي ما يجري هي عملية نهب واضحة لما تبقى من أموال الشعب اليمني، نهب البنك المركزي من الاحتياطي النقدي الذي كان يوجد فيه أكثر من 6 مليار دولار، نهب رواتب الموظفين وأصبح ومرينا الآن بأكثر من 3 سنوات بدون رواتب، نهب عائدات الموانئ خصوصا ميناء الحديدة، نهب الضرائب والجمارك، واستولوا على كل مقدرات البلد ولم يتبقى لديهم إلا ما تبقى لدى المواطنين من بعض الأموال من العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية وفقا للأطر القانونية التي يتم التعامل بها دوليا. طيب، برأيك ما الأضرار؟ لكن الإشكالية الآن أنها يعني سيصل الأذى إلى كل بيت ويصل إلى كل منزل، لأنه يتعلق باحتياجات المواطنين ويتعلق بما لديهم من عمولات بين أيديهم بعد أن سمحت في وقت سابق بتداولها، ثم الآن قررت بين ليلة وضحاها أن تسحبها وتعطي المواطنين وهم ما يمكن أن نطلق عليه وهم الريال الإلكتروني. طيب، برأيك ما الأضرار والتأثيرات التي ستنجم عن منع التداول بالعملة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ أضرار كبيرة تخص المواطنين. الآن الكثير من المواطنين يتعاملون بهذه العملة، والكثير من التجار يعني مليارات من الريالات من هذه النقود التي تم طباعتها وتوزيعها، ولا تنسى أن حركة التجارة وبيع الغاز والنفط ولا تزال يعني مشتركة ما بين الشمال والجنوب وما بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة للحوثيين، وبالتالي عملية التداول مستمرة بين الجانبين، وفجأة يتم
إيقاف هذا التداول، بالتالي سيتضرر المواطنون كثيرا. ونحن على قناعة بأن الهدف ليس ما ادعت ميليشيات الحوثيين بأنها من أجل الحفاظ على العملة الوطنية ومن أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني، لأنه لو كان لديهم إرادة حقيقية في الحفاظ على الاقتصاد الوطني لحافظوا على مقدرات البلد التي ينهبوها، لحافظوا على ممتلكات البنك المركزي، لحافظوا على يعني السيولة النقدية التي تصلهم يوميا من وراء العائدات والضرائب والجمارك والرسوم التي يفرضونها يوميا والزكوات وإلى درجة أنهم فرضوا ضرائب على كل عملية جراحية يتم عملها في أي مستشفى حكومي أو خاص، وبالتالي الضرر الكبير سيكون على المواطنين في المقام الأول. طيب سؤال أخير لك قبل أن أودعك، الحكومة برأيك ما الذي تستطيع فعله لمنع تأثيرات هذا القرار على المواطنين؟ هل لديها شيء غير التصريحات والبيانات؟ طبعا مطلوب من الحكومة الشرعية أن يكون لديها موقف واضح، فهي مسؤولة في كل الأحوال على كل المواطنين في الشمال وفي الجنوب، هي مسؤولة على كل المواطنين الخاضعين لسلطتها والخاضعين حتى لسلطة الحوثي، باعتبار أن الحوثيين سلطة على الواقع وغير معترف بهم لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا. ينبغي ألا تكتفي الحكومة بالبيانات والخطابات التي تبثها على وسائل الإعلام، يجب أن يكون هناك تحرك على مستوى البنك المركزي في عدن باعتباره المركز الرئيسي والذي يستطيع أن يقايض في بعض الملفات الاقتصادية ويضغط على الحوثيين لإسقاط هذا القرار. أيضا ينبغي أن يتحرك على مستوى الإقليمي والدولي، على مستوى منظمات المجتمع الدولية، أيضا أن يضغط على الأمم المتحدة من أجل أن تضغط أيضا على الحوثيين وفق الاتفاقيات التي تجري بين وقت وآخر. هناك أعتقد لدى الاقتصاديين الكثير من الأدوات التي يمكن أن يختبروها في هذا الملف الحساس، باعتباره يضر بالمواطنين وباعتباره عملية نهب واضحة في عين الشمس لما تبقى من أموال الشعب اليمني. أشكرك جزيلا أحمد الصباحي مدير المنبر اليمني للدراسات والإعلام، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. والآن نذهب مشاهدينا لنتابع تصريحات من الداخل حول قرار منع التداول والتعامل بالعملة الجديدة، نتابع. منعها في مناطق سيطرتي لا يؤثر شيء في الموضوع، لأنها موجودة في بقية المحافظات. لذلك هذا المنع لا يؤثر من قريب أو من بعيد على وجود العملة هذه، وأنها ستبقى موجودة. أما إذا كان العملة هذه يتم طبعها بدون أي رصيد أو بدون أي بدل فاقد مثلا، فهي سوف تؤثر على الاقتصاد في كامل اليمن حتى على أماكن سيطرة الحوثيين. لذلك منعها لا يؤثر بشيء، لن يؤثر فيها سلبا ولا إيجابا، بالعكس أنه سيؤثر على المواطنين في طريقة عملهم بالعملة القديمة المقطعة فقط لا غير. سحب العملة من المناطق التي تخضع لسيطرته سيتأثر منه جميع اليمنيين، وبالتالي لابد على الحوثيين أن يؤمنوا أن هذه العملة عام مشترك بين كل أبناء الوطن، لا غنى لأحد من المواطنين أو لأي طرف من الأطراف عن هذه العملة، لأنها سحبها وعدم تداولها سيؤثر على الاقتصاد الوطني الذي تشهده البلد حاليا وما تشهده من أوضاع معيشية صعبة وسيئة نتيجة الحرب. بالنسبة لسحب العملة في مناطق سيطرة الحوثي من قبل الحوثي وميليشيات الحوثي، تمام، هذا يعتبر اتخاذ وإجراء سيء على الدولة وعلى المواطنين الذين يقطنون تحت سيطرة الحوثي. وبالنسبة لاتخاذ الشرعية لهذا الإجراء بطبع العملة الجديدة هو من صالح البنك المركزي اليمني وصالح الاقتصاد الوطني في الجمهورية اليمنية الموحدة. بالنسبة للعملية التي يجربها الحوثي اليوم سحب العملة الجديدة من المواطنين وتخزينها، هذا يؤثر على العملة وعلى المستقبل للمواطنين التي يعيشون تحت سيطرة الحوثي وعلى اقتصاد اليمن بشكل عام، لأنه بالتداول بالعملة التالفة التي سحبوها من البنك المركزي لا يفيد.
أعود لضيفنا من مأرب عبر القمر الصناعية الزميل الصحفي نبيل صلاح. أهلا بك نبيل مرة أخرى. هل هناك أي حديث عن هذه العملة الجديدة التي تسحب؟ ما الذي ستفعل بها ميليشيا الحوثي؟ هل ستتلفها؟ هل ستحرقها؟ ماذا ستفعل بهذه العملة؟ نعم، بخصوص العملة الجديدة التي تقوم ميليشيات الحوثي أو تنوي سحبها وبالأصح نهبها على التجار والمواطنين والمصارف وكل القطاعات التي توجد في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، هذه الأموال ستقوم ميليشيات الحوثي بجمعها إلى مكان ما، ثم تقوم بغسلها عن طريق شراء عملة من خارج، عملة صعبة من خارج السوق المصرفية الخاضعة لسيطرتها. هذه العملية شراء العملة الصعبة من خارج السوق الخاضعة لسيطرتها السوق المصرفية هي جزء من المضاربة التي تنفذها خلال العامين الماضيين للإضرار بالاقتصاد الوطني وبسعر الصرف واستهداف العملة الوطنية وسعر الريال أمام العملات الأجنبية. هذه واحدة. ثم تقوم بتمويل حربها بجزء من هذه الأموال، والجزء الآخر تقوم بعمل بتخصيصها لإنشاء استثمارات خاصة بالجماعة في الخارج، في عدة دول في الخارج، وغسل هذه الاستثمارات بأسماء معينة وأسماء مختلفة، وأيضا أجزاء منها تستثمر فيها في النفط وفي عدة قطاعات في الداخل وفي مناطق سيطرتها. على مدى عامين أو ثلاثة أعوام قامت ميليشيات الحوثي بتهجير رؤوس أموال كثيرة وحلت محلها باستثمارات عن طريق غسل هذه الأموال. هذه العملية هي جزء من المضايقات التي تمارسها الميليشيات بحق القطاع المصرفي والاستثمارات والقطاع الخاص بشكل عام لإحلال مكانه استثمارات خاصة بالجماعة. هذه واحدة. ثم أيضا تضر بهذا العملية بالمركز المالي للدولة اليمنية وبالاقتصاد الوطني بشكل عام، وهي تتذرع لشأن هذه الحملة بأنها من أجل الاقتصاد الوطني. طيب نبيل، هم قدموا حلول وبدائل، برأيك ما رأيك بما قدم من حلول وبدائل؟ الحلول والبدائل التي قدمتها الميليشيات وما يسمى بالريال الإلكتروني عبارة عن ضحك على الذقون، وهو قيمة هلامية. كيف يمكنك أن تثق بشيء هو هلامي وغير موجود واقعياً؟ أولاً، ميليشيات الحوثي ليس لديها أي اعتراف دولي حتى يكون هناك اعتراف بالبنك المركزي الخاضع لسيطرتها، وثم يأتي لاحقاً الاعتراف بالريال الإلكتروني الذي تدعي أنه تعويض عن هذه العملية. هذه عملية وهمية يتم من خلالها خديعة الناس لنهب أموالهم، ومن ثم يجدوا أنفسهم يعني تعرضوا لخديعة ولنهب منظم وممنهج من ميليشيات الحوثي. ولا يمكن أعتقد أن يتم أن ينطلي هذا الأمر على التجار وعلى المواطنين بشكل عادي وسهل. لا يمكن لتاجر أن يعطي أمواله مقابل شيء هلامي ليس موجود على أرض الواقع. لا يوجد أولاً لدينا في اليمن ثقافة العملة الإلكترونية، ثم لا يوجد لدينا لدى الميليشيات اعتراف بالبنك المركزي الخاضع لسيطرتها ولا بسلطتها، ولا يمكن أن تكون هناك عملية فعلية لما يسمى بالريال الإلكتروني. طيب، تقول أن هذه الحلول والبدائل المقدمة للحوثيين لا يمكن أن تنطلي على المواطنين ولا التجار، إذا ما هي البدائل أمام التجار والمواطنين لرفض ما يقدم فيما يخص العملة الإلكترونية؟ ما هي خياراتهم يعني؟ هم سيرفضون. بالنسبة للتجار أؤكد لك هناك عملية رفض واسعة واستياء واسع من هذه الإجراءات، ولن تنطلي عليهم بسهولة. سيرفضون ولن يخضعوا لهذه الفكرة بسهولة. ميليشيات الحوثي ستحاول فترة وستصل إلى طريق مسدود في تنفيذ هذا القرار التعسفي والهادف للنهب بدرجة أساسية، ثم أنها طبعا ستلجأ في الأخير للتعامل مع الأمر الواقع والتعامل بالعملة بالفئات الجديدة بعد أن تنفذ، لأن الهدف من هذه العملية بالنسبة للميليشيات هو تحقيق أكبر عملية نهب وسطو على أموال الناس. عندما تحقق عملية النهب هذه
ستلجأ للتعامل من جديد مع العملة. التجار لن يتعاطوا مع هذا الأمر، ستنهب ما يمكن نهبه قسرا، وثم ستعود للتعامل بالفئات الجديدة من العملة كما فعلت منذ منتصف 2018 عندما شنت حملة بالترهيب والعنف ونهبت ملايين الريالات، ثم بدأت تتعامل هي نفسها بالفئات الجديدة من العملة الوطنية وسمحت بدخولها إلى السوق المصرفية الخاضعة لسيطرتها، والآن تأتي وتقول لنا أنها تريد محاربتها. هذا شيء وضحك على الذقون وأمر مكشوف تماما. طيب، حتى الآن لم نسمع أي تعليق من المجتمع الدولي، هل ينتظرون انتهاء هذه المهلة التي حددت بالثلاثين يوم؟ لماذا حالة الصمت برأيك؟ المجتمع الدولي طبعا هناك قصور في أداء الحكومة الشرعية في هذا الناحية، يجب على الحكومة الشرعية ممارسة دورها في الضغط على بأكثر من طريقة. أولا الضغط على المجتمع الدولي وعلى المبعوث الأممي لإدراج الملف الاقتصادي في أولويات المشاورات السياسية والجهود الأممية التي تبذلها الأمم المتحدة ويبذلها غريفيث من أجل تحييد الجانب الاقتصادي والملف الاقتصادي عن الصراع السياسي، لأنه في النهاية هذه معاناة ملايين اليمنيين سواء في مناطق سيطرة الميليشيات أو في مناطق سيطرة الشرعية. يجب تحييد هذا الملف وعن الصراع السياسي والعسكري، لأنه يعني لقمة عيش الناس ومعيشة الناس. وبالتالي على الحكومة أولا أن تمارس دورها في الضغط في طرح هذا الملف للمجتمع الدولي حتى يضغط على الميليشيات للتراجع عن هذه الإجراءات والتعسفات وتحييد الملف الاقتصادي عن هذه التعسفات أو عن الملف السياسي والعسكري. وثم يمارس البنك المركزي في عدن دوره غير البيانات. نحن لا نريد بيانات من البنك المركزي أو من الحكومة الشرعية نفسها، نريد عمل على الأرض، نريد سياسات نقدية تضع الحوثيين أمام الأمر الواقع حتى لا يستطيعوا تنفيذ مثل هذه الإجراءات التعسفية والتي في الأخير يتضرر منها المواطن بالدرجة الرئيسية. البعض يقف على العكس منك، يرى أن ما صدر عن الحكومة من خلال البنك المركزي ووزير الإعلام أنها إجراءات في الطريق السليم وربما بيانات موفقة ودور إيجابي للحكومة. نعم، نحن لم نقل أنها سلبية، هي بيانات إيجابية وجيدة، لكن ننتظر أيضا دور أكبر، نعول على دور أكبر، نعول على دور عملي على الأرض. أريد منك سياسات معينة، أريد منك خطوات معينة، خطوات على الأرض تنفذها. البيانات لا تكفي، الناس لا يأكلون بيانات، الناس لا يشربون بيانات. وزير الإعلام دائما عودنا في مهامها الأخرى على التغريد في تويتر وعلى البيانات فقط. نحن هذه ليست ممارسة سلطة، هذه ممارسة منظمة مجتمع مدني. طيب نبيل، استأذنك نتابع بعض التصريحات معا حول موضوع الحلقة، وهذه التصريحات من تعز حول قرار منع التداول بالعملة الجديدة، نتابع. ما قام به الحوثيون مؤخرا من منع لتداول العملة التي تصدر من عدن، وقاموا بمنعها ومنع تداولها في صنعاء، يقول كثير من المواطنون أنها ليست سوى وسيلة للنهب فقط لا غير. يعني الآن يقومون بسحب العملات الجديدة من المواطنين واستبدالها بالعملات القديمة، طبعا هذا يشكل يعني عائقا اقتصاديا على الناس خاصة التجار، وهناك كثير من المرضى يعني لم يستطيعوا إجراءات التداوي بسبب هذا القرار الظالم. بحسب خبراء اقتصاديين أكدوا أنما العملية التي يقوم بها الحوثيين هي عملية منظمة لنهب أموال المواطنين، وبحسب رأي العديد من المواطنين أن ما يقوم به الميليشيا الحوثية في صنعاء هو عملية سحب لأموال المواطنين وعملية. إذا تابعنا هذه الآراء من تعز حول الموضوع، أعود لك يا نبيل. هناك مثلما استمعنا من حديث الشباب في الميدان في تعز عن أنها وسيلة من وسائل نهب أموال المواطنين، ما أشكال هذا النهب الذي يتم الحديث عنه؟ أنت أشرت إلى هذه النقطة بالنظر لما حدث في العام 2018 عندما قلت بدأ التعامل بالعملة الجديدة.
نعم، هو بالتأكيد شكل من أشكال النهب وشكل بشع من أشكال النهب، ويحقق للميليشيات يعني تعتبرها الميليشيات مورد ضخم، ولديها يعني كما ذكرت لك سبق في هذا الموضوع منذ منتصف 2018 عندما بدأت تشين بعض التداول بالفئات الجديدة من العملة الوطنية. أولا سمحت بدخول كميات كبيرة من هذه العملة إلى السوق المصرفية والتجارية في مناطق سيطرتها عمدا، ثم قامت بنشر تعميم، التعميم يلزم التجار والمواطنين بالامتناع عن التعامل بهذه الفئات من العملة الوطنية، وإلا فإنها ستصادرها. باشرت بإنزال دوريات مسلحة داهمت المحال التجارية والمصارف والبنوك والشركات والقطاع الخاص بشكل عام، ثم قامت بمصادرة الملايين من هذه الأموال، قامت بمصادرتها قسرا، احتجزت صرافين، قامت بأعمال تعسفات كبيرة، وهذا من أعمال النهب التي مارستها الميليشيات، وقامت باحتجاز هذه الأموال ومصادرتها قسرا حتى على تجار صغار وناس وبائعين متجولين، وصل الأمر إلى البائعين المتجولين. ثم ما لبثت أشهر حتى قامت هي نفسها بالتعامل مع هذه الفئات من العملة الوطنية، وهذا دليل على أن الحملة من أساسها هي حملة تعسفية وتهدف إلى النهب، وهذا شكل من أشكال النهب. الأشكال الأخرى التي ذكرت هي يعني تتنوع بين الجبايات التي طالت كل القطاعات، جبايات على جبايات على باسم الزكاة، جبايات على المحال التجارية، جبايات على اللوحات الإعلانية، جبايات في المواسم أو المناسبات الطائفية التي تحييها الجماعة، تحيي عشرات المناسبات خلال السنة، وكم يا مناسبات، يوم الشهيد، أسبوع الشهيد، يوم الغدير، يوم المولد، اخترعت مناسبات جديدة من أجل هذه الجبايات. أيضا ما يسمى بالمجهود الحربي للميليشيات، هي تقوم بشن حملة جبايات دورية وتستهدف جميع القطاعات. قبل فترة وجيزة قامت بشن حملة على كافة الصيدليات بحجة أنها لا تملك تراخيص أو لا أعرف ما هي الحجة، وبالتالي تم احتجاز نحو 350 صيدلي وإغلاق نحو 400 صيدلية بهذه الذريعة. ثم تم مساومة الصيادلة وملاك الصيدليات المحتجزين بدفع مبالغ مالية من قبل الإفراج عنهم. هذا طيب. الأمر طال كثير من القطاعات، الجبايات طيب. لا تتوقف. طيب نعم. سأعود لك لتتحدث عن كيف تأثير ذلك على القطاعات المختلفة، ورحب بضيفنا من صنعاء رئيس جمعية حماية المستهلك الأستاذ فضل منصور. أهلا بك أستاذ فضل. أهلا يا مساء الخير. مساء النور أستاذ فضل. اقتصاديا كيف يؤثر قرار منع تداول العملة الجديدة على حياة المواطنين؟ حياك الله أخي الكريم. أولا كما هو معروف بأن العملة هي وسيلة من وسائل التبادل التجاري من فترة طويلة جدا التي حلت محل المقايضة. القرار الذي تم اتخاذه هنا في صنعاء باعتبار أن هناك أضرار لحقت بتغيرات أسعار الصرف مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف نتيجة إصدار هذه العملة بدون غطاء أو بدون أيضا أن يتم استبدال العملات القديمة بعملات جديدة، ومن ثم تحديد كم حجم الكميات من النقود التي يجب طباعتها. كان يفترض أن تكون يكون البنك المركزي المركز الرئيسي أن يوضح ما هي الأسباب التي أدت إلى طباعة هذه العملة، هل لتغطية العجز في الحاصل في البلد، هل لاستبدال العملة التالفة والمنتهية الصلاحية، لأنه كما يعرف الجميع نحن بالجمهورية اليمنية سوق واحد، التاجر الذي يستورد من عبر عدن بضاعته توزع بجميع المحافظات سواء في المحافظات الشمالية أو في الجنوبية أو في الغربية أو في الشمالية والشرقية، وبالتالي هكذا التاجر الذي أيضا يستورد عبر الحليدة بضاعته توزع بجميع محافظات الجمهورية، وأصبحت العملة متداولة
هناك إشكالية. صحيح هناك حلول وضعت من قبل السلطات أو حكومة الإنقاذ تتعلق بإيداع الفلوس لدى البنك المركزي، وكذلك تغيير المبالغ البسيطة مباشرة عبر مراكز الاستبدال. طيب تقول أستاذ فضل، تقول أن الهدف من منع التداول بالعملة الجديدة هو حماية ودعم قيمة الريال اليمني، لأن هناك عملة تطبع بشكل كبير ودون أي غطاء. طيب ما تفسيرك، التفسير الاقتصادي للسماح والمنع؟ يعني سمح التعامل بالعملة الجديدة ومن ثم يتم المنع، ومن ثم السماح والمنع، ما التفسير لذلك؟ وأنا أقول بالنسبة كانت لفئات الكبيرة أبو 1000 أبو 500 ريال، هي استمرت تداولها من حوالي سنتين أو ثلاث سنوات من صدورها، وبالتالي هناك فئات كبيرة جدا من بالذات القطاع التجاري اللي هي ملايين الريالات من العملات الجديدة، بالذات التجار الكبار الذين يتبادلون عملية التبادل التجاري بمئات الملايين. أيضا نحن نعرف بأن القطاع التجاري أيضا كثير من السلع تصل عبر منفذ الوديعة وشاح وأيضا ميناء عدن، وبالتالي يعني هناك إشكالية كبيرة جدا تتعلق بعملية التداول بالعملات الجديدة، سواء في تنظر إلى قرارات حكومة الإنقاذ الوطني. هناك أيضا قد يكون هناك أيضا إشكالية تتعلق بعملية المناطق المشتركة، مثلا في محافظة تعز، في محافظة البيضاء التي يوجد فيها حكومة الإنقاذ ويوجد فيها أيضا الطرف الآخر، والمصدر واحد، التاجر واحد. نحن نرى بأن هناك أيضا كان يفترض أن يتم دراسة هذا الموضوع بشكل أوسع مع كافة القطاعات المعنية حتى لا يتضرر جميع الأطراف أيضا. يعني يفهم من كلامك أنه الآن سيحدث ضرر بحق المواطن، وأن هذا القرار كما يراه الكثير أن فيه ارتجال لم يدرس بشكل كافي. التاجر الكبير الذي سيتضرر أكثر من المواطن الصغير، لأن المواطن الصغير كم حجم الفلوس المتداولة لديه، لكن التاجر الكبير الذي يستورد البضاعة سواء عبر منفذ الوديعة أو عبر ميناء عدن وهكذا، أو التاجر أيضا الذي يقوم ببيع بضاعته بضائعته وسلعه في المحافظة الجنوبية، هنا سيحدث خلل فيما يتعلق بالعملة، لأنه هناك سيتم الشراء بالريال الجديد، هنا عدم السماح بدخول الريال الجديد. يعني هنا إشكالية ستواجه، وبالتالي قد يلجأ هذا التاجر للشراء العملة الصعبة، الدولار والريال السعودي واليورو، وهذا سيؤثر، قد يحدث تغير لم نكن نتوقعه في الحسبان. طيب إذا كانت العملة الجديدة تضر الدولار وشراء العملة، طيب إذا كانت العملة الجديدة كما تقول أستاذ فضل تضر الاقتصاد وتؤثر لأنها تطبع بشكل وبدون أي غطاء، ماذا عن العملة الإلكترونية التي يتحدث عنها الحوثيون كبديل؟ ما الهدف منها في هذا التوقيت؟ العملة الإلكترونية هي محدودة جدا تداولها، وهي محدودة، هي محدودة كانت بمبالغ بسيطة جدا، ليست محدودة أستاذ فضل، لن يتم الحديث عنها أنها بديل أنه نسلم ما لديك من عملة جديدة. لا مش كامل، العملة الجديدة هي محددة للمبالغ البسيطة جدا، لكن المبالغ الكبيرة القرار كان بأن تسلم للبنك المركزي أو البنوك الأساسية، ومن ثم يتم استلام وصل رسمي للتاجر بأنه أودع مبلغ كذا كذا وله مبلغ كذا كذا. أما المبالغ البسيطة الإلكترونية هي مبالغ بسيطة جدا وليست المبالغ الكبيرة التي يتم تناولها، لكن كما قلت لك أنا الإشكالية بالتبادل التجاري بين إطار المحافظات الجمهورية اليمنية من حيث ترسيم الجمركي بالمحافظة الجنوبية، من حيث شراء الغاز، من حيث شراء النفط، من حيث شراء السلع لمركات السلع، هنا ستكون هناك إشكالية، سيلجأ الناس لشراء الدولار، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع العملات الأجنبية بشكل كبير جدا غير ما كنا نتوقع. يعني ستحدث، ربما تحدث كارثة، لأنه السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار هو ليس من وجهة نظري الشخصية ليست العملة، وإنما عدم التزام المملكة العربية السعودية بالسماح للبنك بتغطية قيمة الاعتمادات المستندية للقمح والدقيق والمواد الغذائية الأساسية التي التزم البنك بتغطيتها، وهي التي أدت هذه العملية، هي التي أدت إلى استقرار سعر صرف الدولار. طيب هذه العملية ما زالت مستمرة، ودائما نسمع عن
اخبار انه تم توقفت من 3 اشهر من 3 اشهر توقف عمليات السماح للبنك المركزي في عدن بتغطيه او بالسحب من الوديعه السعوديه، وبالتالي هذا هو الذي اثر على حركات سعر الدولار، لان الناس لجؤوا لشراء الدولار من السوق وليس من البنك المركزي. طيب استاذ فضل تبقى معنا ونستمع لتعليق من الاستاذ نبيل اذا كانت هناك نقطه يريد ان يعلق عليها من حديث الاستاذ فضل منصور رئيس جمعيه حمايه المستهلك من صنعاء. تفضل استاذ نبيل. نعم، ما يذكرها الاستاذ فضل منصور عن قضيه الغطاء النقدي، وهذا ليس عذر ولا يمكن ان نعتبرها ذريعه ليتم نهب اموال الناس ومصادرتها ثم تعطيني ريال إلكتروني هلامي ليس موجودا أو وصلا أنا أريد نقودي أستخدمها أو أتاجر بها، أو يعني التاجر يريد أن يستخدم نقوده أو يستثمر بها، لماذا تأخذها ثم تعطيه وصلا نقديا بأن لديه مبلغ كذا كذا؟ ماذا يعمل بالوصل الذي ستعطيه؟ ثم الريال الإلكتروني فكرة هلامية كما ذكرت لك، وهي فكرة وهي ضحك على الذقون وليست أمر واقعي. قضية الغطاء النقدي، اليمن هي سوق واحدة ومركز مالي واحد، لا يمكن للميليشيات أن تصنع لحالها سوق أو مركز مالي مستقل، ولا يمكن أن تؤثر على المركز المالي للجمهورية اليمنية الموحد. إذن الحكومة هي تقوم بواجبها من ناحية العملة الجديدة، وفي مناطق الشرعية تجري الأمور على ما يرام. لماذا الأمر أصبح في مناطق ميليشيات الحوثي أصبحت تهتم بالاقتصاد وأصبحت لديها أموال من بقايا الأموال التالفة تريد تسويقها ويستلم بها المواطن أمواله الجديدة؟ لا يوجد عذر يمكن أن يبرر الميليشيات نهب هذه الأموال، هذا ردي الواضح والكافي على الأستاذ منصور. لا يمكن أن نبرر عملية النهب الواسعة التي تنفذها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين. طيب أستاذ فضل أطرح عليك هذه النقطة، العرف المتداول عندما يتم طبع عملة جديدة أنه تستبدل القديمة والتالفة بالجديدة، لكن الآن يبدو أنه سيحدث العكس. هو كما هو معروف متداول من فترة طويلة بأنه كانت الحكومة لا تلجأ لطباعة النقود على اعتبار أن تكلفة طباعة النقود تشكل عبء كبير جدا، وبالتالي التوصيات التي كانت تأتي من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي خلال الفترات الماضية بأن يتم إصدار أذون الخزانة حتى يتم سحب الفلوس التي لدى المواطنين، ومن ثم يعني بدل تسمى اقتراض الدولة، وهي لتغطية العجز بالموازنة العامة للدولة بدلا من إصدار العملة، لأن إصدار العملة يكلف 25% من قيمتها، أما كانت أذون الخزانة تكلف حوالي 15 إلى 17 إلى 18% فوائد سنوية. صحيح الفوائد هذه كانت وهمية لم تصرف للقطاع الخاص إطلاقا أو الذين طرحوا فلوسهم، لكن هي التزامات تظل قائمة على الدولة، إنما كانت الهدف منها هو تغطية العجز من خلال سحب الفلوس التي لدى المواطنين والفائضة في الأسواق بدل من الذهاب والمضاربة إلى في شراء العملات الصعبة، فكان يتم اللجوء إلى هذا الإجراء. الآن مثلا كان يفترض من البنك المركزي، لأنهم على حسب الشديد الالتزامات الدولية بأن يتم تحييد الاقتصاد الوطني، لم يتم لا تحييد الاقتصاد ولا تحييد البنك المركزي عن دوره الرئيسي إطلاقا البتة، الاقتصاد ضرب بكل مكان سواء بشماله أو جنوبه، وهو هذا ما أثر التأثير المباشر، منع التصدير لليمن من تصدير النفط من تصدير منتجاتها المختلفة. طيب وهذا عامل أساسي بانهيار العملة. أنا أقول بأنه كان يفترض البنك المركزي الرئيسي يتم سحب العملة القديمة المتداولة التي كانت آيلة للحريق أو للإتلاف باستبدالها بعملة جديدة، لكن مع الأسف الشديد استمرت العملة بنفس قيمتها السابقة وتم إصدار عملة جديدة. كان يفترض البنك ما هي المعايير التي هل تم طباعة هذه العملة؟ هل لتغطية العجز في الموازنة الدولة في موازنة الطرف الآخر؟ أم لإحلال العملة الجديدة بدل العملة الثالثة التي ما زالت يعني تتداولها في لدى المواطنين؟ الصحفي نبيل صلاح أستاذ فضل سأقول لك نقطة طرحها الزميل الصحفي نبيل، يقول أن العملية الآن ستتم وفق ما تقول أنت
أنه يسلم ما لدى المواطنين من عملة جديدة ويتم إيصال لهم استلام أو سند. ماذا يعني عن أي مقابل نتحدث؟ والعملة الجديدة ما مصيرها؟ أين ستذهب؟ هل ستتلف؟ هل سيتم تخزينها؟ أنا أقول بأنه هذا الموضوع صحيح هنا في لبس حول الموضوع كيف سيتم معالجة بالذات المبالغ الكبيرة. أنا أتحدث مثلا عن 50 مليون من 10 مليون وفوق من 20 مليون للقطاع التجاري الكبير الذي يقوم باستيراد السلع الغذائية الأدوية وغيرها من السلع التي تصل التي يصل حجم الاستيراد إلى 8 مليار إلى 10 مليار دولار. كيف سيتم التعامل بهذا الإجراء؟ يعني هنا إشكالية كبيرة جدا. كيف سيتم تغطيته من العملة الصعبة بالريال القديم؟ هنا إشكالية. ما عنديش معلومات كافية عن كيف سيتم معالجة هذا الوضع الذي لأنه قد يؤثر على مستقبل حجم أو تداول المواد الغذائية وغيرها من السلع والخدمات على مستوى الجمهورية بشكل كلي. أشكرك جزيلا فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك، كنت معنا من صنعاء. وأختم بتعليق أخير من الأستاذ نبيل من مارب. تفضل نبيل. نعم، ما نؤكد عليه أن هذه الخطوة تعسفية وتمس حياة الناس بشكل مباشر وحياة المواطنين تضررت، وقد رأينا خلال اليومين الماضيين الوضع في العاصمة صنعاء كيف أصبح المواطن عاجز في الحصول على احتياجاته الأساسية. هذا أولا يضر بمعيشة الناس بدرجة أساسية، يضر بالمركز المالي للجمهورية اليمنية، يضر بالاقتصاد الوطني. هناك نهب واسع للتجار والمواطنين، وهذه ضمن السياسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيات الحوثي، غسل الأموال وتمويل حرب الميليشيات وإنشاء استثمارات خاصة بالجماعة. لا يوجد شيء من أجل الاقتصاد الوطني. الريال الإلكتروني قيمة هلامية غير موجودة في الواقع. ما نؤكد عليه هو ضرورة وضع الملف الاقتصادي في أولويات المشاورات السياسية ليتم الضغط على هذه الميليشيات لتجنيب الملف الاقتصادي الزجة في إطار الصراع السياسي والعسكري، ليصبح يعني ليتم أيضا رفع المعاناة عن ملايين المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات من هذه التعسفات التي تحصل بحقهم من فترة وبين آونة وأخرى وتحت عناوين ويافطات متنوعة ومتعددة. شكرا جزيلا لك نبيل صلاح، صحفي في مركز العاصمة الإعلامي، كنت معنا من مأرب. شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج بين قوسين. في ختام الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج الزميل وديع عطا، في أمان الله. We'll be right back.